لو قلنا عنه زواج مبكر اللي هو اقل من 20 سنه، بتصور فيش بنت اقل من 20 سنه بتكون مدرسه جامعه، بتصور ما فيش اقل من 20 سنه بتكون بتشغل موظف ولكن عندها قدره على العمل او خوف سوق العمل بكل مجالاته، بتصور قبل ال 20 ما فيش ست بتكون جسمانيا اكتمل نموها بحيث انها عندها المقدره للزواج والحمل والميلاد والتربيه الى اخره. هذا كله بيعطينا مجال ان احنا نحدد بالتقريب ما يعني بعد ال 20 هذا هو السن المتوافق بكل الحالات اللي احنا حكيناها لسن الزواج انها تتخذ قرار انها الان انا ممكن اتزوج. طبعا ما قبل ذلك اكيد حيكون في اسرار كثير، اضرار كثيرة بتقع على الست، الجسم اللي مع الاسف هو الاضعف الحلقه الاضعف في المجتمع، حيكون في طلاق، حيكون في مشاكل مع حمل ولاده، حيكون في مشاكل في التنشئه، حيكون في مشاكل مع انفصال، وطبعا بتصفي الست انه هي بما انها مطلقه ومجتمعنا له نظره سيئه جدا للست المطلقه. هذا كله يتنافى مع المجتمعات المختلفه. النساء الفلسطينيات والاطفال بيحصلوا على مبدا المساواه ولا لا؟ هذا حنقيمه هلا مع بعض، تمام؟ وحنشوف في محطات او زي ما شفنا مع بعض في محطات او محطات لا، بس بدنا نقيم احنا كنساء رؤيتنا لكل اللي انحكى، وعشان نحط تصور لنا نعالج الارث التمييزي، كيف بدنا نعالج السياسات والقوانين والتشريعات اللي تميز بين الرجل والمراه وبتجعل للرجل حقوق مختلفه عن النساء وبتجعل الاطفال بيعانوا من كل الوضع اللي احنا عايشين فيه. هل هذه الاتفاقيات والمعاهدات اللي بتعزز مبدا المساواه ما بين الرجل والمراه ولا لا؟ لا. كيف واقع الامر؟ تمام؟ هذا اللي حتقولوا لنا اياه من خلال الواقع طبعا، مش لا وبس. طبعا في احتياجات خاصه للطفل كلنا عارفينها. الطفل اسمع الصوت بده حنان امه، بده مراعاه امه، بده الحوضه تكون مقتضى، يعني هذه الامور كلها من مصلحه الطفل انه يكون بحضانه امه طبعا. كتربيه كحنيه كود احتضان، ما فيش احد من الام على الطفل بالعكس. طبعا في كمان عندنا يجب عدم فصل الطفل عن اخوته، يعني لما الطفل بيوصل سن معين مثلا 7 سنوات ويخلو ابوه، طبعا هذا بده يعود عليه بالسلبي نفسيا واجتماعيا، ووضع هذا بده يؤثر عليه جدا نفسي وحيسبب عنده مشاكل نفسيه بالمستقبل. القانون بيحدد انه حسب الطفل يحدد مصلحته، وين بتكون مصلحته؟ هل عند امه او عند ابوه؟ يعني هل ابوه مثلا متزوج وعنده اسره او وضع اقتصادي زي بضجعي وربي ويعلمه؟ الطفل بده تربيه وبده تعليم وبده كثير شغلات، تمام؟ وبالذات اذا كانت الام متزوجه، فيعني الصح انه يضل مع امه قد ما يكون اكبر عدد سنوات منه يكون عند امه.